ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. سبحان الله، الراسخون ما هو موقفهم من هذا المتشابه؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون هذا المتشابه المحكم فيصير الكل كله محكما لأنه من لدن حكيم عليم. ومع هذا هؤلاء الراسخون في العلم ليسوا علماء فقط، هم راسخون في العلم يخشون أن يزيغ الله قلوبهم، ولذلك دعوتهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولذلك لماذا كان يخشى العلماء الراسخون من الزيغ؟ خيفة من أن يلاقوا الله عز وجل على غير ما يرضي الله. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.